قبل ما نبدأ فيلمنا النهاردة يا ريت ما ننساش نصلي على النبي ونشترك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. ويلا بينا نبتدي العظمة بتاعت النهاردة. تخيل تبقى رايح الشغل بتاعك ولما تحب توصل بسرعة تلاقي نفسك وصلت للآخرة مش للشغل. بيبدأ فيلمنا مع زوجين بيكونوا رايحين لغابة فيرجينيا علشان يتسلقوا الجبل. جيمس اللي بيبقى الزوج طبعا بيبقى أقوى من مراته، وده بيخليه يتسلق الجبل بسرعة وبيفضل يشجع مراته علشان تحصله. أما سام فبتبقى على قدها يعني، لكن بتحاول تجاري جيمس وتطلع لفوق بس علشان بنت ما بتبقاش قادرة تتسلقه بسرعة. المهم جيمس بيقدر إنه يوصل لفوق الجبل وبيفضل واقف ينادي على سام، لكن سام بتشوف نقطة دم بتنزل عليها وصوت جوزها مرة واحدة بيختفي، وفجأة بتشوف جوزها وهو بيقع من على الجبل وسط الغابة، وكمان بتلاقي حد عمال يحرك الحبل اللي كانت بتتسلق بيه، فبتحاول انها تبعد عنه وتفضل تتسلق من غيره، وبتنزل لتحت الجبل علشان تطمن على جيمس اللي لما بتقدر تنزل تاني بتلاقي راسه مقطوعة وبتفضل تعيط وبتنهار وبتحاول انها تهرب بسرعة، لكنها بتقع في الأرض مرة واحدة بسبب فخ، وفجأة بيظهر شخص من وراها وبيسحبها لجوه الغابة. وهنا بنخلص من سام هي كمان، وبعد كده بنروح لكريس واللي بيبقى شغال طبيب ورايح بسرعة على المدينة علشان وراه شغل مهم، لكن بيضطر إنه يعدي من طريق في وسط الغابة، بس مرة واحدة بيلاقي الطريق مسدود، وبيعرف لما بيوصل للعربيات إن في حادثة وعربيته وقود مقلوبة ومغرقة الدنيا، فبيسأل الراجل عن طريق تاني علشان مستعجل، الراجل بيقول له انه يرجع تاني ويدخل من طريق مختصر لكنه هيبقى في وسط الغابه، وبيكرر كريس انه يرجع من الطريق اللي الراجل قال له عليه لانه مستعجل جدا على شغله. وبالفعل بيرجع وبيدخل من طريق مختصر لكنه بيقابل عربيات كتير في الطريق مركونه وبايظه، وبيحاول يتصل بالتليفون على الشغل علشان يعرفهم انه هيتاخر، لكن للاسف الشبكه بتقطع، فبيشوف بنزينة على الطريق وبينزل علشان يدور على تليفون أرضي فيها، بس لما بيتصل منه بيلاقيه عطلان، وبيروح لعامل البنزينة يسأله على تليفون تاني، لكن بيقوله إنه علشان يوصل لمكان التليفون التاني هيمشي كتير جدا، فبيسأله كريس عن طريق يوصله بسرعة للمدينة، وبيقوله على طريق وسط غابة فيرجينيا، وبيقوله كمان إن الطريق ده كله مخاطر ولازم يبقى عامل حسابه، لكن كريس ما بيهتمش بكلامه، وبيروح يبص على الخريطة وبيشوف الراجل وهو بيتفرج على الخريطة، وبيبقى باين انه عاوز يقول له حاجة لكن ما بيتكلمش، واصلا الراجل ده بيبقى شكله غريب ومخيف جدا. المهم ما بيهتمش كريس بالكلام وبيكرر انه يدخل من طريق الغابة المختصر، وبيشوف الراجل وهو ماشي وبيفضل قاعد زي ما هو. ولما كريس بيدخل من الطريق اللي شافه على الخريطة بيقابل حيوانات كتير ميتة في الطريق، فبينشغل وبيفضل باصص عليهم، لكن مرة واحدة بيخبط في عربية واقفة وسط الطريق، وبينزل من العربية وهو متضايق، وبيلاقي جوه العربية اللي واقفة شباب كتير، فبيعتذر لهم وبيقول لهم انه هيعوضهم عن الأضرار اللي عملها، لكنهم كانوا واقفين في وسط الطريق والذنب مش ذنبه، فبيشرح له سكوت انهم واقفين في وسط الطريق لأنهم عدوا من سلك شائك بوظ لهم عجل العربية. وهنا بتظهر بنت معاهم اسمها جيسي، وبتقول له إن في حد قصد إنه يعمل كده وينصب لهم فخ، وبيفتكروا إنهم شافوا محطة بنزين فيها تليفون، فبيرجعوا لها علشان يكلموا حد يجي ينقذهم، فكريس بيقول لهم إنه لسه جاي من هناك والتليفون أصلاً عطلان، وبيفكروا إزاي يلاقوا حل، فبيقرروا إنهم يفترقوا ويدخلوا الغابة يدوروا على حاجة، وبيفضل اتنين منهم عند العربية والباقي بيبدأ يدخل للغابة، وهم ماشيين في الطريق بيلاقوا نار في وسط الغابة، وده معناه إن في حد معاهم هناك. وبنرجع تاني للي قاعدين في العربية، وبيبقى إيفان واقف بره العربية بيعمل حاجة، لكنه بيسمع صوت في وسط الغابة، ولما بيركز شوية بيقرر إنه يدخل ورا الصوت، بس مرة واحدة بيختفي وحد بيخطفه، وبتحس البنت اللي قاعدة في العربية إن حبيبها مش واقف بره، فبتنزل علشان تدور عليه، وبتلاقي جزمة مرمية في الغابة، فبتدخل وبتشوفها، وبتطلع جزمة إيفان حبيبها، وكمان بتلاقي ودانه اللي فيها حلق مقطوعة، فبتخاف جدا وبتترعب، لكن مرة واحدة حد بيجي من وراها وبيخنقها بسلك جامد
جامد وبيقتلها. وبنرجع تاني للشباب وهم داخلين الغابة، وبيبقوا لقوا بيت مهجور في وسط الغابة، فبيكرروا انهم يدخلوه، لكن لما بيدخلوا بيلاقوا ريحته سيئة جدا، وكمان لما بيفتحوا التلاجة بيلاقوا فيها أعضاء بشرية متقطعة، والبانيو بيبقى فيه أجسام لناس مسلوخة وسكاكين وآلات حادة كتير. فبيكرروا انهم يهربوا، لكن وهم بيجروا بيشوفوا عربية جاية ناحية البيت ده، وبينزل منها واحد، وبيجروا بسرعة يستخبوا، وبينزل كريس مع جيسي تحت السرير. أما الاتنين التانيين فبيستخبوا في الدولاب علشان الشخص ده ما يشوفهمش. وبعد كده بيدخل الراجل للبيت وبيرمي السلك اللي معاه على الكنبة، وبيرمي جثة البنت اللي معاه على الأرض، فبتشوفها جيسي وبتلاقيها صاحبتها وملفوف حواليها سلك شائك وميتة، وبتتخض جيسي لكن بتحاول تكتم صوتها هي وكريس علشان الراجل ما يسمعهمش. وبيبدأ الراجل يجهز السكاكين والأدوات بتاعته، وبيحط البنت على الترابيزة وبيبدأ يقطع فيها. كل ده طبعا بيبقى قدام صحابها المستخبيين في الدولاب وتحت السرير، وبيبقى المنظر بشع جدا، لكنهم بيحاولوا يتماسكوا علشان الراجل ده ما يحسش بوجودهم. ولما بيخلص تقطيع في البنت بيروح ينام على السرير، ولما الشباب بيطمنوا انه راح في النوم وما بقاش بيتحرك بيكرروا انهم يهربوا من غير ما يعملوا صوت، وبيطلعوا كلهم يتسحبوا لحد الباب وبيفتحوا الباب، لكن الباب بيبقى في سوسته بتقفله، فبيمسكها كريس بايده عشان صحابه يطلعوا، لكن السوسته بتبقى بتقطع في ايد كريس وبيطلعوا كلهم بهدوء، لكن كريس بيشوف الراجل وهو مفتح عليه وبيبص عليه، فبيطلع يجري علشان يهرب قبل ما يقوموا يمسكهم. وبيطلعوا كلهم على جبل ورا البيت وبيشوفوا الراجل وهو طالع من البيت ومعاه اتنين كمان وبيدوروا عليهم، فبيعرفوا انهم هيوصلوا لهم بسرعه، فبيتسلقوا الجبل وبيطلعوا لفوق، وبيلاقوا عربيات الضحايا اللي اتقتلوا كلهم موجوده، وكمان كل الحاجات اللي تخص الضحايا موجوده، بس العربيات بتبقى عطلانه كلها. وبيكرروا انهم يهربوا من الاشخاص دول قبل ما يقتلوهم، فبيقول لهم كريس انه هيشتتهم لحد ما يعرفوا يهربوا، وبيطلع يجري قدام الاشخاص دول وبيصرخ عشان يجذب انتباههم ويعطلهم شويه لحد ما اصحابه يقدروا يهربوا، لكن بيطلع واحد منهم ببندقيه وبيضرب كريس في رجله. ولما سكوت بيشوف كريس واقع على الارض بيطلب من كارلا وجيسي انهم يروحوا ينقذوا كريس، وهو هيروح يشتت انتباه القتله دول ويجري قدامهم، وبالفعل لما بيجري قدامهم كلهم بيجروا وراه، لكنه بيبقى سريع جدا وما بيعرفوش يلحقوا، وبيبقى كريس بيربط رجله بحزام عشان يوقف النزيف، وبيروحوا البنات علشان ينقذوا كريس، وبيسندوه لحد ما بيوصلوا لعربيه القتله وبيسرقوها وبيطلعوا من المكان، لكن وهم ماشيين بيبقوا عاوزين ينقذوا سكوت هو كمان، وبيدوروا عليه في الغابه، وبيشوفوه هو بيجري في الغابه قصاد الطريق، فبيقفوا بينادوا عليه، ولما بيشوفهم بيبقى عاوز يروح لهم، لكن الاشخاص بيوصلوا له وبيضربوه بالسهام اللي معاهم وبيقتلوه، فبيهرب الشباب بالعربيه قبل ما يوصلوا لهم هم كمان. وبتشوف كارلا حبيبها وهو بيموت قدام عينيها، وبتبقى منهاره جدا من الموقف، لكن جيسي بتحاول تطمنها وبتهديها لحد ما بيوصلوا لطريق مسدود، والعربيه بتغرس في الطين وبتتعطل، وهنا بيقرروا انهم ينزلوا من العربيه ويكملوا طريقهم قبل ما الاشخاص يوصلوا لهم. وهم ماشيين في الطريق بيبقى مليان افخاخ كتير، وبيدوس كريس على واحد، لكن من حسن حظه انه ما بيأذوهوش، فبيمشوا وهم خايفين يقعوا فخ من دول، لكن كارلا بتشوف برج مراقبه موجود في المنطقه وبتشاور لهم عليه، فبيفتكروا ان ممكن يكون في راديو او لاسلكي يقدروا يتصلوا بيه على الشرطه، وبيتسلقوا البرج لحد ما بيطلعوا فيه وبيبصوا حواليهم يدوروا على طريق، لكن للاسف الدنيا حواليهم بتبقى صعبه جدا، وكمان مفيش ولا طريق باين قدامهم، وبيبقى عباره عن غابه كبيره جدا مش شايفين اولها من اخرها، وبيلاقوا راديو موجود فبيحاولوا يشغلوه ويتصلوا بالشرطه، وكمان بيلاقوا شنطه اسعافات اوليه، فبتحاول جيسي انها تربط الجرح اللي في رجل كريس عشان النزيف، وبيحاولوا كلهم انهم يشغلوا الراديو علشان يتصلوا بحد، لكن للاسف ما بيبقاش في شبكه ومتعطل، فبيفضلوا يجربوا ويحاولوا يشغلوه، وفي اثناء ما بيكونوا مشغولين بيه بيسمع كريس صوت عربيه جايه تحت.
ولما بيبص بيلاقي الأشخاص دول رجعوا لهم تاني، فبيطلب من جيسي وكارلا إنهم ما يعملوا الصوت ويطفوا النور اللي معاهم علشان ما يجذبوش انتباه الأشخاص دول لحد ما يمشوا ويبعدوا عنهم. بس للأسف الراديو بيشتغل مرة واحدة وبيلقط شبكة وبيكلموا بحد من الشرطة عليه، فبيسمع الأشخاص دول الصوت في البرج وبيعرفوا إنهم مستخبيين فيه، وبيطلع واحد منهم علشان يقتلهم. لكن كريس بيطلب من البنات إنهم يساعدوه ويقفلوا الباب بتاع البرج علشان محدش يقدر يدخل لهم، وبيحاول البنات انهم يشغلوا الراديو لحد ما واحد بيكلمهم وبيطلبوا منه النجدة، فبيسألهم عن مكانهم لكنهم طبعا مش بيبقوا عارفين هما فين بالظبط. وبيوصل لهم واحد من الاشخاص دول وبيحاول انه يفتح الباب عليهم وبيمد ايده، لكن كريس بيقطع ايده بالفاس اللي معاه، فبينزل الشخص ده وبيبقى متضايق جدا، وبيحس الشباب ان في دخان كتير طالع حواليهم، ولما بيبصوا من الشباك بيلاقوا البرج اللي هم فيه بيولع، فبيعرفوا انهم هيتقلبوا لحفلة شواء وانهم هيبقوا الضحية الجديدة. وفي الوقت ده كارلا بتنهار وبتكسر ازاز الشباك وبتبقى عاوزة تنتحر احسن ما تتقتل وتتقلب لضحية للاشخاص دول، لكن اصحابها بيمنعوها وبتحاول جيسي تهديها، بس كريس بيفضل واقف شوية وبيفكر في خطة يهربوا بيها من البرج قبل ما يولع بيهم، وبيكرر كريس انهم ينطوا من فوق البرج والاغصان بتاعة الاشجار هتساعدهم وتمنعهم يحصل لهم حاجة. وبالفعل بيبدأ كريس انه ينط وبينجح فعلا انه يوصل للارض بالسلامة، وجيسي كمان بتشجع قلبها وبتنط وراه وبتنزل سليمة للأرض مع كريس، وكارلا بتنزل وراهم هي كمان وبتمسك في غصن الشجرة، لكن بيبقى في واحد من القتلة شايفهم وبيطلع لهم على الشجرة، فبيشوفوه بيحاولوا يعدوا لشجرة تانية قبل ما يوصل لهم، لكن مرة واحدة واحد من الأشخاص دول بيوصل لهم وبيجي من ورا كارلا وبيقطع راسها بالفاس من غير ما تاخد بالها، وبكده يبقى مش باقي غير كريس وجيسي اللي بيحاربوا علشان يطلعوا عايشين من الغابة دي. فبيروح الشخص ده ناحية كريس وجيسي، لكن كريس بيمسك غصن شجرة وبيشده جامد ومرة واحدة بيسيبه، فبيرمي الشخص ده بعيد على الأرض. وبعد كده بيكملوا الاتنين مشي على الأشجار علشان يعرفوا يخرجوا من الغابة، وما بيبقوش عاوزين ينزلوا على الأرض علشان لسه في اتنين تانيين موجودين ومستنيينهم ينزلوا علشان يقتلوهم، وبيلاقوا إن أأمن طريقة يهربوا بيها إنهم يفضلوا ماشيين على الأشجار، وبيفضلوا ماشيين كده مدة كبيرة لحد ما بيوصلوا للشلال، فبيدوروا على اي مكان يستخبوا فيه لحد ما بتكتشف جيسي ان في كهف ورا الشلال، وبيدخلوا يستخبوا جواه ورا الميه وبيراقبوا المكان وبيشوفوا الاشخاص دول وهم معديين من قدامهم، لكنهم ما بيقدروش يشوفوهم بسبب الميه اللي قدامهم، وبيكملوا طريقهم وسط الغابه يكملوا تدوير عليهم. وهنا كريس وجيسي بيبداوا يطمنوا ان القتله مش موجودين معاهم وبيرتاحوا لبعض في الكلام، وبتبدا جيسي تلوم نفسها وبتقول انها السبب في اللي حصل لاصحابها لانها لسه منفصله عن حبيبها النهارده وكانت متضايقه جدا، فراحت حكت لاصحابها وقرروا يساعدوها ويخرجوها من المود اللي هي فيه، وقالوا انهم هيخرجوا في فسحه في الغابه وهناك كلهم ماتوا وما بقاش باقي غير هي، وبتبقى حاسه بالذنب جدا، لكن كريس بيهديها وبيطمنها انه معاها، وكمان بيقول لها انها مالهاش ذنب في اللي حصل لهم، وبيقربوا من بعض جدا وبيحسوا انهم مرتاحين ومعجبين ببعض. وتاني يوم بيصحوا من النوم وبيكرروا انهم يكملوا طريقهم علشان يهربوا من الغابه، وبيقدروا انهم يوصلوا للطريق الرئيسي، لكن في واحد من القتله بيبقى موجود في المنطقه وبيشوفهم، فبيحدف بلطه عليهم وبيحاول كريس انه يضربه، لكن الشخص بيبقى قوي وبيزقه يوقعه من على الجبل، وبياخد جيسي معاه وبيمشي بيها، وبيطلع كريس يدور عليها لكنه ما بيلاقيهاش، وهنا بيعرف انها اتخطفت. وفي الوقت ده بيلاقي عربيه شرطه جايه عليه وبيقول للظابط انهم قدروا يوصلوا لهم من خلال انهم تتبعوا الموقع بتاعهم وجاي علشان يساعدهم، لكن كريس بيحاول يشرح له انهم لازم يهربوا من المكان ده بسرعه، وبيقول له ان في اشخاص مجانين بيحاولوا يقتلوهم وبيصطادوا البشر، لكن الظابط ما بيبقاش مصدقه وبيقول له انه مجنون. وفجاه الاشخاص دول بيوصلوا وبيضربوا سهم في عين الظابط وبيقتلوه، وبيجي الشخص ده يدور على كريس حوالين العربيه لكن مش بيلاقيه لانه بيكون مستخبي بين الاشجار، فبياخد الظابط وبيحطه في شنطه العربيه وبيقرر يمشي، لكن قبل ما يمشي كريس بيجري على العربيه بتاعه الشرطه علشان يسوقها ويهرب، لكن مش بيلاقي المفتاح، وبيلاقي شخص من القتله بيقرب ناحيته، فبينزل من العربيه وبينام تحتها علشان الشخص ده ما يشوفهوش، وبيوصل الشخص ده للعربيه وبياخد الظابط
الرابط يحطه في الصندوق وبياخد المفاتيح من على الأرض اللي كريس بيبقى شايفها، لكن طبعا ما بيقدرش ياخدها عشان ما يكشفش مكانه. وهنا المفاجأة ان عربية الضابط كان فيها برميل بنزين يعني وقود، والأشخاص دول هيستخدموه، فبيقرر كريس انه يركب العربية من تحت من غير ما الشخص ده ياخد باله ويروح معاه علشان ينقذ جيسي. وبيوصل الشخص للبيت بالعربية، وجيسي بتبقى موجودة جوه البيت ومتكتفة وبيشوف القتلة وهم بيحاولوا يقطعوها، لكن كريس بيحاول يعطلهم بأي حاجة وبياخد برميل البنزين اللي كان في عربية الضابط وبيولع لهم في البيت كله وبتتقلب حريقة. فبيبص الأشخاص على النار وبيلاقوا كريس وهو دخل بالعربية وبيخبط واحد منهم وبيقتله، وبيرمي إزازة فيها بنزين على واحد منهم لكنه ما بيتأثرش، وده طبعا لأنه بياكل لحم بني آدمين. فكريس بيمسك حديدة وبيضرب الشخص ده أكتر من مرة عشان يتخلص منه، وبيحاول إنه يفك جيسي من الأحبال لكنه ما بيلحقش لأن الشخص اللي داسه بالعربية كان لسه عايش وبيحاول يضربه. فبيزق كريس في الناحية التانية وبيروح علشان يقتله، لكن جيسي بتبقى قدرت إنها تفك إيديها التانية وبتمسك السهم وبتضربه بيه وبتقتله. وبيجي واحد منهم بيبقى قصير شوية، فبيحاول كريس إنه يخنقه بالحبل، وبتمسك جيسي البلطة وبتضربه على دماغه وبتقتله. وبيمسك كريس البندقية وبيلاقي الثلاث أشخاص لسه عايشين وفيهم الروح برغم كل اللي عملوه فيهم، لكن البندقية بيبقى فيها طلقة واحدة وما بيبقاش عارف هيعمل ايه. فبيفكر في حيلة وبياخد جيسي معاه وبيطلعوا لبرة، وبيضرب تانك البنزين بتاع العربية اللي دخل بيها لجوه وبيفجرها، وهنا بينفجر البيت كله باللي فيه وبيموتوا كلهم. وبيهرب كريس وجيسي بالعربية بتاعت القتلة دول وبيفضلوا ماشيين في الطريق الرئيسي وبيرجعوا للبنزينة اللي عدوا عليها في الأول. فبيشوفهم الشخص اللي كان في البنزينة وبيفتكر انهم القتلة، فبيدخل جوه البيت وبيقفل على نفسه. وبيوصل كريس وبينزل من العربية وبيقطع الخريطة اللي دلته على الطريق من البداية علشان محدش تاني يجي ويتخم ويدخل في الطريق ده من تاني. لكن الشخص اللي في البنزينة بيتصدم لما بيلاقي كريس وجيسي هما اللي في العربية، وبتبقى حالتهم متبهدلة خالص وبيفتكر انهم هيقتلوه هو كمان، لكنهم بيسيبوه وبيمشوا. وبعد شوية بنرجع تاني للبيت بتاع القتلة واللي بيبقى فيه ضابط رايح عشان يعين المكان، لكن لما بيدخل بيلاقي البيت كله مولع ومحروق وبيشوف أشخاص كتير ميتين وبتبقى الدنيا ضلمة جدا. بس بنتفاجئ إن في واحد من القتلة لسه عايش وبينور الضابط الكشاف في وشه، فبيضربوا القاتل ده وبيقتله. وهنا بنعرف إن لسه الأشخاص دول عايشين وما تأثروش باللي حصل لهم، وده طبعا لأنهم بيتغذوا على لحم البني آدمين. وبنكمل معانا سلسلة المسوخ دول، واستنونا في جزء جديد قريب. وهنا بينتهي فيلمنا النهاردة، أتمنى الفيلم يعجبكم وياريت ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.